صراحة الأجواء كانت زوينة تبارك الله، وكنشكروا كاع الناس اللي سهروا على هاد التظاهرة باش تكون مزيانة، وكنشكروا كاع الناس اللي حضروا من العالم كامل باش يدوزوا هاد الموجة هادي هنايا اللي كتكون اللي كتصنف ثالثة عالميا، وكنشكروا الساكنة ديال آسف. أجواء خيالية زوينة الصراحة، كنت شوق ديما لهاد الاجواء ديما تكون هنا في اسفي ان شاء الله. معكم اولا انا بغيت نقول واحد الحاجه، هو انا جيت من كازا، جيت فطرت في الطريق باش نجي نشارك في هذا ليفينمون تبارك الله لي، او ماشي اول مره ولكن بهاد لا كاليتي وبهاد لا غوندور اول مره كتنظف في مدينه اسفي، وانا بصيفتي واحد من ولاد اسفي فرحان بزاف باش نشوف هاد ليفينمون، وباغي نشوف هاد لو تيب دي زيفينمون يتنظموا بزاف في هاد المدينه. والحاجه الزوينه عاوتاني كتشوف بنادم فرحان، بنادم باغي يجي يشوف هاد رياضة السيرف مع شهر رمضان، كتفوش شوية على بنادم وهادشي اللي كاين. وشكرا، وكنشكرو لوغانيزاسيون، وكنشكرو كاع لي سبونسور اللي كاينين هنايا، وتحياتي. خاص في الايامات اللي قبل، وخاص ديما في اي مدينة خاص يبقاو يتنظموا هاد ليزيفينمون، وكيشجعوا حتى الشباب انهم يبقاو يديروا لي سبور في بلاصة ما يتلاحوا لحوايج اخرين ويعمروا الوقت ديالهم. كنوجه الشكر للناس اللي نظموا هذا الشيء، ولي سبونسور، اي واحد تدخل باش ينظم هذا ليفينمون. هذا انا فرحاني اليوم بهذا ليفينمون هذا اللي دار في المدينه، ونتمنوا انه يكونوا دوطغ ايفينمون سكي كونسيرن يعني احداث ثقافيه ورياضيه، علاش لا، خصوصا بالنسبه للمدينه اللي هي عريقه بحال مدينه اسفي. وكنشكروا الناس اللي مسؤولين اللي قاموا على هذه الفعاليات هذه، وشكرا لكم. بادره طيبه والنجاح ديالها الدليل عليه هو هذا الاقبال اللي كاين اليوم الحمد لله، يعني هاد الناس اللي حاضره اليوم هنايا، وماذا بينا تكون فعاليات اخرى. هاد ليفينمون هذا عمرنا شفنا بحالو صراحه، احسن ليفينموات اللي على الصعيد الوطني، كاين دي شامبيون كيجو، كاين كتعرف مدينه اكثر، كاين زوار، كاين شي حاجه اللي عمرنا شفناها من قبل صراحه. بحال هاد ليفينموات هما اللي خاصين البلاد. اسفي عندنا واحد المدينه زوينه وسياحيه، وعندما تقول الكلمه ديالها في على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي اللي مالا، وما كرهناش يكون بحال هادشي بزاف، لا في السيرف لا في عندنا قصر البحر، عندنا بزاف لي بلاص اللي زوينين اللي كيتزاروا. بحال هاد راس الفعره كان خاص يدار من شحال، ولكن دابا صراحه زوين صراحه ليفينمون هذا عمرنا شفنا بحال حنا. شكرا باش هاد الناس اللي داروا واقف على هذه. كنشكر الناس اللي فكروا بهذه الفكره هذه، وكنتمنى يديروا بزاف الحوايج ويكون هادشي بزاف ويعرفوا المدينه، وكنتمنى من الصحافه ديال المغرب يجوا يشوفوا هادشي هذا، والله يسهل خويا. معكم معاد كمال، بديت اسفي اليوم، جيت شاركت في هذه المسابقه اللي تنظمت هنا لاول مره، مسابقه عالميه بجميع المقاييس اللي عرفت واحد الحضور جماهيري كبير. الحمد لله كنت محظوظ باش نشارك في هذه المسابقه اللي كانت غير انفيتاسيونيل، وكانوا كتعرف ابطال عالميين من جميع انحاء العالم. وكنبغي نشكر كاع اللي كان سهران على التظاهره هذه، اللي منها زعما يقدروا يجيو شي تظاهرات محسن من هذا الشيء، ويزيد الناحيه ديال السياح في هذه المدينه هذه. وكنشكروا كاع اللي سهر على التظاهره، نتمناو كل عام تكون بحال التظاهره اللي تخلينا حنايا كرياضيين وكمتسابقين نطوروا من النيفو ديالنا، من النيفو اللي هو حتى النيفو العالمي علاش لا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.